ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب إعادة صياغة قانون صرف فروق أسعار لشركات المقاولات المتضررة من قرار تعويم الجنيه. كما عقدت لجنة النقل والمواصلات لبحث ودراسة أسباب حادث حافلة طلاب جامعة الإسكندرية الذي وقع على طريق نويبع وما يتعلق بحالة الطرق ومنظومة المرور المرتبطة بها. كل المسائل دي عشان نعمل تشريعات جديدة ان النهاردة نقدر نخلي الداخلية او ادارة المرور او الطرق يبقى فيه التزام اكتر. انا مش مع دايما تغليظ العقوبات، اما كثيرا ما غلظنا العقوبات وزاد معدل الجريمة. انا عايز اعمل خيارات للمواطن، اما اجي اعمل الطريق يبقى انا عندي فكر. النهاردة فيه يوترنات، ما اعملش النهاردة في طريق حر، طب اعمل يوترن يا اما نفق يا اما كوبري. افرض انا عايز ادخل محطة معينة عند الكيلو 50 من الطريق، الف من كيلو 80، ده بيخلي قائد المركبه يرتكب. يبقى انا اديله خياراته، اديله الادوات والاليات اللي تساعده وتغير من ثقافته ان هو لا يرتكب الجريمه.